ما حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ اللحوم المستوردة من بلاد الكفار فيها تفصيل، إن كانت من بلاد وثنية، إن كانت من بلاد وثنية فإنه لا يجوز أكلها، لأن ذبيحة المشرك حرام. أما إن كانت من بلاد كتابية، بلاد يهود أو نصارى، وهم يذبحون على الطريقة الشرعية، فلا بأس بأكلها. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم بشرطين: أن يكونوا أهل كتاب، وأن يذبحوا على الطريقة الشرعية.